مروة عبد المنعم، اسم معروف في عالم الفن في مصر، لقت نفسها في قلب عاصفة على السوشيال ميديا. جريمتها إنها أعلنت قبولها لقرار بنتها إنها تقلع الحجاب. الموضوع ده اللي المفروض إنه شخصي وللع نار الجدل وناس كتير انتقدت موقفها، بس مروة صممت على موقفها ودافعت عن حق بنتها في الاختيار وأكدت على أهمية الحرية الشخصية. ده ولع نقاش كبير على السوشيال ميديا، وهاشتاج هالهد مروة عبد المنعم انتشر في كل مكان، والآراء انقسمت بشدة. ناس أشادت بشجاعتها وأثنت على نظرتها العصرية للخيارات الشخصية، وناس تانية أدانت اللي يعتبروه خروج عن التقاليد واتهموها بالتخلي عن القيم الإسلامية. الموقف تصاعد بسرعة وخلى مروة في قلب نقاش وطني ساخن. الموضوع ما كانش مجرد حجاب، الموضوع كان عن الحرية الشخصية في مواجهة توقعات المجتمع، وكان عن دور الدين في عالم بيتغير بسرعة، وكان عن حب أم لبنتها حتى في وجه الانتقادات القاسية. الجدل اللي دار حوالين مروة عبد المنعم وصل لذروته أثناء بث مباشر لبرنامجها التلفزيوني الشهير تفاحت مصرية. البرنامج كان بيستضيف شخصيات عامة ومشاهير وبيتناقش في مواضيع اجتماعية وثقافية حساسة. واحدة اتصلت وكانت مليانة غضب واستياء وبدأت تنتقد مروة بشدة. المتصلة كانت بتعبر عن مشاعر ناس كتير شايفين إن مروة مش مؤهلة لتقديم برنامج تلفزيوني. صوتها كان بيترعش من الغضب وهي بتتهم مروة اللي كانت ممثلة وبقت مقدمة برامج إنها بتخون أصولها وبتقلل من احترام العادات والتقاليد. المتصلة قالت إن مروة بتستغل شهرتها كممثلة عشان تدخل مجال الإعلام بدون ما يكون عندها الخبرة الكافية. إزاي تتجرأي؟ كده قالت المتصلة، وكلامها كان مليان حقد. إزاي تتجرأي تطلعي على التلفزيون بلبسك ده وتتكلمي عن الحرية الشخصية وإنت مش أكتر من ممثلة فاشلة بتسرق فرص شغل من صحفيين مؤهلين؟ الاستوديو كله سكت، الجو كان مشحون، الجمهور كان في حالة صدمة، ومروة كانت بتحاول تسيطر على الموقف. كلام المتصلة رغم قسوته كان بيعكس شعور ناس كتير. في ناس شايفين إن مروة بتستغل شهرتها في التمثيل عشان تدخل مجال الإعلام بدون ما يكون عندها الخبرة الكافية. تحول مروة من التمثيل لتقديم البرامج أوبل بردود فعل متباينة. في ناس شايفين إن ده تطور طبيعي لمشوارها المهني، وفي ناس تانية شايفين إن ده تعدي على مجال مش من حقها. النقاد قالوا إن عدم وجود خبرة صحفية رسمية عندها بيخليها غير مناسبة للدور ده، واتهموها إنها بتستخدم شهرتها عشان تاخد فرص من خريجين يستحقوها وبيحاولوا يلاقوا مكان لهم في مجال الإعلام. النقاد كانوا بيقولوا إن الإعلام مش مجرد شهرة، لكنه كمان مسؤولية ومهارة. المواجهة دي على الهواء كانت تذكير بمدى قسوة مجال الشهرة وإزاي الحدود بين اللين الحياة الشخصية والمهنية بتبقى مش واضحة في عصر السوشيال ميديا. السوشيال ميديا بتخلي كل حاجة مكشوفة، ومروة كانت بتواجه انتقادات من كل الاتجاهات. دي كانت محاكمة علنية بالنار، وخلت مروة تدافع عن اختياراتها ونزاهتها على الهواء مباشرة. مروة كانت بتحاول تشرح وجهة نظرها وتدافع عن حقها في تقديم البرامج، لكن الانتقادات كانت شديدة ومستمرة. مروة عبد المنعم اللي ظهر عليها التأثر من كلام المتصلة خدت نفس عميق وحاولت تتماسك. كانت لحظة مليانة مشاعر، لحظة بتعكس قوة شخصيتها وقدرتها على مواجهة التحديات. عينيها اللي دايماً بتلمع بالدفء بقت قوية وحازمة. نظرتها كانت مليانة إصرار، إصرار على إنها مش هتسمح لأي حد إنه يهز ثقتها بنفسها، مش هتسمح لحد إنه يهينها أو يسكتها. كانت واقفة بكل شجاعة بتواجه الاتهامات بكل قوة وثبات. بصوت حازم ومتزن ردت على الاتهامات بشكل مباشر. كلامها كان واضح وصريح، مفيش فيه أي تردد. أنا فاهمة غضبك، كده بدأت كلامها، وصوتها كان مليان تعاطف.
كانت بتحاول توصل رسالة إنها مش بس بتسمع لكن كمان بتفهم وبتحس. سوق العمل صعب وناس كتير موهوبة بتعاني عشان تلاقي شغل. التحديات اللي بتواجهها الناس في السوق مش سهلة، وده كان جزء من رسالتها. اعترفت بمخاوف المتصلة وأكدت على التحديات الحقيقية اللي بيواجهها الصحفيين الشباب. كانت تتكلم من قلبها وبتحاول توصل رسالة أمل وتشجيع. بس كملت كلامها وصوتها بقى أقوى. أنا تعبت عشان ابني كاريري. كانت بتتكلم عن رحلتها الشخصية، عن الصعوبات اللي واجهتها والتضحيات اللي قدمتها. قضيت سنين طويلة بصقل موهبتي وتعلمت من أفضل الناس في المجال. كانت بتتكلم عن التدريب والتعلم المستمر وعن أهمية التطوير الذاتي. اتكلمت عن شغفها بسرد القصص وتفانيها لجمهورها والتزامها بتقديم محتوى جيد. كانت بتوضح إن النجاح مش بيجي من فراغ لكن من شغف وتفاني. مروة رفضت تعتذر عن نجاحها. كانت بتقول بوضوح إن النجاح حق لكل شخص بيشتغل بجد ويثابر. هي كسبت مكانتها بتعبها ومثابرتها. كانت بتوضح إن النجاح مش هدية لكنه نتيجة لعمل شاق ومستمر. هي تجرأت وحققت حلمها حتى لو ده كان معناه إنها تخوض تجربة جديدة. كانت بتشجع الناس على إنهم يجرؤوا ويحلموا ويواجهوا التحديات بشجاعة. رسالتها كانت واضحة، ما حدش ليه الحق إنه يفرض عليها طريق معين أو يحدد قيمتها. كانت بتقول بوضوح إن كل شخص له الحق في اختيار طريقه وتحديد قيمته بنفسه. الجزء الرابع، مهنة تحت الحصار، خريجين بيتظلموا. اتهامات المتصلة لمروة عبد المنعم لاقت صدى كبير عند شريحة من المجتمع المصري، وخاصة بين خريجي كليات الإعلام. شافوا فيها رمز لحقيقة محبطة. مجال الإعلام بقى بيعتمد بشكل كبير على الشهرة والقيمة الترفيهية أكتر من المصداقية الصحفية والخبرة. الجامعات بتخرج آلاف من خريجي الإعلام كل سنة، معاهم شهاداتهم وطموحاتهم، لكن كتير منهم بيلاقوا نفسهم مهمشين وبيشوفوا وجوه مألوفة من عالم الفن بتنتقل بسهولة لأدوار إعلامية بارزة. السوشيال ميديا بقت منصة للتعبير عن شكواهم. هاشتاجات زي احترام للصحافة وفرص عمل للخريجين انتشرت وعبرت عن إحباطهم وطالبت بالاعتراف بمعاناتهم. الجدل اللي دار حوالين مسيرة المروة المهنية كشف عن مشكلة مجتمعية أعمق، معاناة الشباب من أجل الحصول على فرصة عمل في سوق عمل مليان منافسة وقسوة، وسلط الضوء على الفجوة بين المؤهلات الأكاديمية وفرص العمل الحقيقية، وخلى ناس كتير تشكك في قيمة تعليمهم وعدالة النظام. الجزء الخامس، تحولات جذرية، الرأي العام وتمثيل الإعلام. الجدل اللي أثارته مروة عبد المنعم فتح نقاش أوسع عن طبيعة استهلاك الإعلام وتمثيله. هذا النقاش لم يكن مجرد حديث عابر، بل تحول إلى محور رئيسي في كيفية فهمنا لدور الإعلام في تشكيل الرأي العام. الحدود التقليدية أصبحت غير واضحة مع انتقال مشاهير من مجال الترفيه لبرامج الأخبار والحوار، مما أدى إلى طمس الحدود بين المعلومات والترفيه. هذا التداخل خلق نوعاً جديداً من الإعلام، حيث يمكن أن تكون الأخبار مسلية والترفيه معلوماتي، مما أدى إلى طمس الحدود بين المعلومات والترفيه. هذا التغيير لم يكن مجرد تحول في المحتوى، بل في الطريقة التي نتفاعل بها مع الإعلام. الجمهور اللي أصبح ينبهر بالشخصيات أكثر من وسائل الإعلام رحب بهذا التحول، وأصبح يبحث عن التواصل والتقارب مع من يقدمون الأخبار ويؤثرون على الرأي العام. هذا التفاعل الجديد خلق نوعاً من العلاقة الشخصية بين الجمهور والمذيعين، وأصبح يبحث عن التواصل والتقارب مع من يقدمون الأخبار ويؤثرون على الرأي العام. هذا التفاعل الجديد لم يكن مجرد تفاعل سطحي، بل أصبح جزءاً من كيفية تشكيل الرأي العام. هذا التحول شكل تحدياً للنظام القائم، وأجبر وسائل الإعلام التقليدية على التكيف أو مواجهة خطر الاندثار. هذا التكييف لم يكن سهلاً، بل تطلب تغييرات جذرية في كيفية تقديم الأخبار.
وأجبر وسائل الإعلام التقليدية على التكيف أو مواجهة خطر الاندثار. هذا التكييف لم يكن مجرد التغيير في الشكل، بل في الجوهر، كما أثار تساؤلات حول دور الصحافة في عصر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث يمكن لأي شخص يمتلك هاتفاً ذكياً ورأياً أن يصبح منشئ محتوى ومؤثراً. هذا التغيير في الديناميكية خلق نوعاً جديداً من الصحافة، حيث يمكن لأي شخص أن يكون صحفياً، حيث يمكن لأي شخص يمتلك هاتفاً ذكياً ورأياً أن يصبح منشئ محتوى ومؤثراً. هذا التغيير لم يكن مجرد تغيير في الأدوات، بل في كيفية فهمنا لدور الصحافة. اهتمام الجمهور بحياة مروّة عبد المنعم الشخصية وخياراتها المهنية ومواجهاتها على الهواء سلط الضوء على شهية متزايدة للدراما غير المرتبة والعاطفة الحقيقية. هذا الاهتمام لم يكن مجرد فضول، بل جزءاً من كيفية تفاعلنا مع الإعلام.